صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time. النهاردة عندنا موضوعات رياضية كتير هنتكلم فيها وهنناقشها طبعا مع بعض، وهنتكلم على أبرز مباريات الأمس في مسابقة الدوري المصري ممتاز، مباريات اليوم بالتأكيد، تفاصيل كتير هنتابعها معاكم وهكون معاكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح On Time. الجولة السادسة من دوري نايل، وامبارح عشنا معاكم مباريات مثيرة وممتعة وليها توابع كبيرة. أول المباريات شهدت فوز فريق الاتحاد السكندري على سموحة في ديربي الإسكندرية بهدف دون رد، سجله نجم هداف الدوري جون مابولولو من ضربة جزاء في شوط المباراة الثاني علشان يرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 6 في صدارة جدول الهدافين، مع شوق الجماهير اللي يعني ابتدوا خلاص كده يبقى بالنسبة لهم جون مابولولو هو كارت الحظ وهو الرهان اللي بيرهنوا عليه في كل المباريات. شفنا تحية كبيرة جدا من جماهير الاتحاد السكندري لجون مابولولو بعد احرازه الهدف، وحتى بعد نهاية المباراة، مباراة كانت حماسية جدا، شفنا تحية كبيرة جدا من جماهير الاسكندرية للكابتن طارق العشري، والحقيقة قدم مباراة كبيرة قوي، وشفنا عشاق فريق الاتحاد السكندري متواجدين وبيحيوا طبعا بيحيوا اللعيبة. وايضا لو اتكلمنا على الصعيد الاخر، الكابتن احمد سامي مع سموحة شفنا تألق كبير جدا من اللعيبة في المباراة، لكن يعني لو اتكلمنا بقى كفنيا وتحليليا، سموحة ما كانش يستحق الخسارة، قدموا أداء مميز، قدموا أداء طيب، ولكن قدر انه فريق الاتحاد السكندري هو اللي يحسم المباراه، واخذ المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري لقب رجل المباراه بكل جداره واستحقاق، قدر ان هو يتصدى لاكثر من كره كانت صعبه، ورفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطه 11 من 6 مباريات، فاز في 3، اتعادل في 2، وخسر مباراه وحيده، ونسبه نجاح جيده جدا لنادي الاتحاد لغايه دلوقتي في المقابل، بيتوقف رصيد نادي سموحه عند النقطه 8 من 6 مباريات، فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر في 2 وأصبح في المركز 7. تعالوا نروح مع حضراتكم دلوقتي نشوف بعد تألق المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري تعليقه كان ايه وفوزه بلقب رجل المباراة، بالتأكيد كان ليه تصريحات، تعالوا نتابعها مع حضراتكم. الحمد لله كان ماتش صعب النهارده، بنلعب فريق جامد تحت قياده كابتن احمد سامي، فالحمد لله 3 بونت مهمين. هو كنا خايفين على المكسب، عشان كده اللعيبه رجعت لورا، ومع ثقه الماتشات مع لما ناخد بنات كتيره الاداء هيبقى احسن من كده بكتير، فالحمد لله. بشكر الجماهير اللي جت ورانا دي كلها، بشكر الاستاذ محمد الصلحي ورانا وباللعيبه النهارده، كل الناس صراحه كان كلهم على قلب راجل واحد ان احنا نطلع بتلاته بونت. المشكله الملعب هنا عالي قوي، استلمت الكره لفت لورا، بس هي دي مشكله، حتى احنا بنشتكي من ان الملعب عالي ومترشش والحاجات دي عامله لنا مشاكل في اللعب، مش انا بس، عامله للعيبه حتى مشاكل في اللعب في التحضير، الملعب عالي قوي، فانت عقبال ما تستلم تلاقي نفسك الكره عشان في مطبات كتير مش بتبقى بتقف كويس، بس الحمد لله يعني ربنا ستر والحمد لله يعني.
نشكر الزميل العزيز صلاح عقده على اللقاء اللي اجراه مع حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري المهدي سليمان بعد تألقه في المباراه لقب رجل المباراه. وبالتاكيد المهدي سليمان بيتحدث عن الجماعيه وعن الفريق ككل وعلى الاداء ككل طبعا في المباراه. بنتمنى لهم دايما كل التوفيق. المباراه الثانيه كانت واحده من اجمل مباريات الجوله حتى هذه اللحظه، مواجهه كبيره جدا ومفاجاه جمعت ما بين فريق سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز، انتهت بفوز سيراميكا بهدفين دون رد. سجلهم في البدايه اللاعب الجزائري اللي بيتواصل في التالق الدائم ليه هو احمد قندوسي في الدقيقه 21 من متابعه لتسديده قويه علشان يرفع القندوسي رصيده من الاهداف للهدف رقم 4 من 5 مباريات، نسبه نجاح ممتازه للقندوسي اللي خرج من النادي الاهلي لفتره اعاره لسيراميكا كليوباترا معار لمده موسم. في نهاية الشوط الثاني بينجح محمد شكري في إضافة الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا علشان يأكد الكابتن أيمن الرمادي بفرحة عارمة لتفوقه على البرتغالي جيمي باشيكو في المباراة، ويرفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 7 من 5 مباريات. في المقابل بيتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 13 من 6 مباريات وبيحتل بهم صدارة الترتيب. تم اختيار محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا رجلا للمباراة بعد ما حافظ على نظافة شباكه. تعالوا أيضا نستمتع مع حضراتكم دلوقتي بلقاء مع كل من محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا وأيضا أحمد مصطفى بيبو مدرب عام سيراميكا كليوباترا، ونشوف قالوا إيه بعد المباراة ونرجع نكمل مرة تانية. والله الحمد لله احنا يعني كنا بنلعب فرقه متميزه هي دلوقتي المتصدره، واحنا كنا نازلين عاملين حسابهم، بس الحمد لله احنا كنا عارفين ان احنا هنكسب النهارده لان احنا مستنيين ماتش تقيل نلعبه، فكان ربنا ادانا النهارده التوفيق وقدرنا ان احنا نجيب جون في الاول وحافظنا عليه في الشوط الاول، والحمد لله ربنا كرمنا بالهدف الثاني. يعني انا كنت بحاول، حاولت كتير النهارده في الماتش الحمد لله، وربنا يعني كرمني في الاخر. والله انا مع نادي سيراميكا يعني مركز مع النادي، عايزين ننهي بشكل كويس السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، وعندنا كاس وكاس سوبر والرابطه عايزين برضو نحافظ عليها، وان شاء الله عايزين ننفذ يعني على البطولات دي باذن الله. طبعا احنا اللاعب افضل نادي في افريقيا، ويعني ما يختلفش كتير عن ماتش النهارده، برضو ماتش النهارده كان قوي ويعني فرقه كلها نجوم، وان شاء الله الماتش الجاي نحاول نكسبه برضه. ماتش مهم جدا بالنسبه لنا، خارجين من خساره يعني بالنسبه لنا كانت مفاجاه بصراحه، ادينا بشكل كويس جدا ماتش الجيش، ما كانش فيه توفيق بالنسبه لنا كبير ان احنا نقدر ان احنا نحرز، بدري يمكن ضيعنا اكتر من هدف، لكن زي ما قلت لك ما كانش فيه توفيق، فالماتش خد مننا شويه، لكن الحمد لله فرق الايام بين الماتشين ساعد ان احنا نخرج من الحاله دي بسرعه، وكان عندنا عهد على نفسنا ان احنا نعوض ماتش الجيش بماتش بيراميدز، لان يعني احنا اللعيبه الموجوده بالجهاز بالاداره ما تستحقش دايما ان احنا نبقى موجودين في المكانه بتاعت في ترتيب الجدول عامه، فماتش النهارده ده دليل على ان احنا فرقه كبيره الحمد لله، لعيبه كبيره جدا، لعيبه عندها مسؤوليه قادره ان هي تبقى في حته ثانيه خالص، لكن يعني خطوه بخطوه الحمد لله. ماتش النهارده ماتش مهم جدا، 3 بونت غاليين قوي قوي قوي، طبعا كان في توقف لكن احنا عندنا ماتش الاهلي مؤجل، فثلاثه بونت مهمين جدا يدخلوك على ماتش الاهلي وانت معنويات كبيره، عكس لا قدر الله لو كان حصل حاجه النهارده كانت هتخش على ماتش الاهلي الموضوع هيبقى صعب. الحمد لله طبعا كنا محتاجين الفوز ده جدا، جايين من كبوه ماتش طلع الجيش خسرنا، ما كناش نستحق الخساره، صحح المسار الماتش ده الحمد لله، اللعيبه بانت ان هي اللعيبه قدام في الماتشات الكبيره مع فرق كبيره بلعب فرقه محترمه زي فرقه بيراميدز عندها سكواد محترم جدا 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 بجهاز فني محترم، شغل عالي جدا في الملعب الحمد لله، الكابتن ايمن قدر الحمد لله ان هو يتعامل معاهم بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، قدرنا نحط جونين وقدرنا نتعامل مع الفرقه المحترمه دي. لا لو نقط فنيه لا لا حاجات كثيره جدا جدا، لان انت بتلعب فرقه محترمه، فرقه على المستوى التكتيكي فرقه كبيره جدا، فرقه عندها عناصر بتصنع الفارق في اي وقت، لو قلت لك اسماء كلها اسماء اغلبها منتخب مصر وجنسيات اجنبيه، لعيبه كويسه جدا جدا. لا الكابتن كان كل كلامه علينا احنا، ازاي احنا هنلعب، ازاي احنا هنشتغل، ازاي احنا نتصدى للفرقه دي، ازاي احنا نقدر نجيب نحرز اهداف يعني في الثغرات بتاعتهم، فالحمد لله يعني قدرنا نتعامل معاهم والحمد لله يعني اللعيبه
الكابتن قال عليه يعني. لا احنا بس هنطمن النهارده على كان عندنا كام اصابه النهارده، وعندنا صديق خد الانذار الثالث مش موجود ماتش الجاي بالظبط كده، وفي هاني اتصاب، في محمد ابراهيم في اخر الماتش، وفي زلاك وفي رجب، هنطمن عليهم النهارده ان شاء الله. ابتدينا شغل على طول النهارده. طبعا هنلعب ان انت تطلع من بيراميدز تلعب الاهلي ماتشين جامدين جدا، بس احنا الحمد لله انا عايز اقول للناس كلها ان فرقه سيراميكا عندها سكواد محترم، عندها اداره محترمه، تقدر تروح لبعيد ان شاء الله. بالتأكيد تصحيح مسار كبير لفريق سيراميكا كليوباترا اللي شفنا منه أداء مميز، وأيضا التمسك بالفوز في المباراة، ومش الاكتفاء بهدف واحد فقط، ولكن طبعا ده بيأكد الشغل الكبير اللي كابتن أيمن الرمادي عامله الفترة اللي فاتت مع فريق سيراميكا، وخصوصا أنه أخذ وقته الكافي علشان يبتدي طبع اللعيبة بطريقة لعبه، ويبتدي أنه هو يثبت الأسلوب الخاص به مع اللعيبة لحد ما ابتدت تطلع النتائج، ونشوف الأداء أيضا والمتعة في مباراة سيراميكا كليوباترا. المباراة الثالثة والأخيرة كانت واحدة من مفاجآت الجولة، شهدت فوز نادي زد على نادي الزمالك لعبا ونتيجة بهدفين مقابل هدف. قبل المباراة شفنا وتابعنا مع حضراتكم استبعاد الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي، ومصطفى الزناري، ده كان على خلفية خروجهم من معسكر الفريق بدون إذن، في وقعة بالتأكيد هيكون ليها صدى كبير خلال الفترة اللي جاية. الحقيقة إنه بقالنا كتير جدا يعني شايفين حالة استقرار في كتير من الأندية. نادي الزمالك بقاله كتير جدا بيعاني من فترة عدم الاستقرار اللي بقالها فترة، وفي نفس التوقيت شايفين حالة من فكرة إنه أنا ما عنديش استقرار، لكن أنا كلاعب لازم يكون عندي التزام. يعني ممكن تكون الأجواء والظروف اللي حواليا مش سامحالي إن أنا أكون بعيش حالة استقرار داخل الفريق، أو حالة من الأجواء المحيطة اللي ممكن تطلع أفضل ما يكون لنادي الزمالك، لكن على الأقل أكون ملتزم كلاعب، أتكلم عن نفسي، التزم فنيا، التزم داخل الملعب، والتزم خارج الملعب. بالتأكيد اللعيبة اللي بتكلم عليهم دول لعيبة أصبح ليهم خبرات في عالم الساحرة المستديرة. أنا بتكلم على فتوح، هو الباك شمال الأساسي لنادي الزمالك والمنتخبنا المصري. بتكلم على صبحي اللي أصبح لاعب أساسي داخل جدران القلعة البيضاء، ونادي الزمالك تمسك برجوعه مرة تانية، وصبحي تمسك ببقائه في نادي الزمالك. يعني ده يأكد على انه صبحي قد ايه متمسك بوجوده داخل نادي الزمالك. بتكلم على مصطفى الزناري اللي حتى هذه اللحظة لم يقدم اوراق اعتماده لجماهير نادي الزمالك. كل عنصر من العناصر اللي انا اتكلمت عليهم اعتقد انه عدى مرحلة ان احنا نقوله، ولا ان احنا نستغرب او ان احنا نتعجب. الحقيقة الموضوع لو في الأول وفي الآخر بيرجع للاعب نفسه. صدقني اللاعب اللي عايز يلتزم هيلتزم من غير الكلمتين دول، واللاعب اللي عايز يقدم أداء يليق باسمه وباسم التيشيرت اللي بيرتديه مش هيحتاج إن احنا نقوله الكلمتين دول. الحقيقة شيء يعني كان بيخلي جماهير الزمالك امبارح تتعجب للأمر، وشيء كان غريب وكان خارج كل التوقعات. ممكن الجمهور يقدر ظروف، ممكن يقدر كبوات، ممكن يقدر انه لاعب ما يكونش في يومه، ممكن يقدر انه لاعب يخطئ في قلب الملعب من هفوة، من كورة، من تمريرة، كل الكلام ده الجماهير ممكن تتحمله وتعديه لأي لاعب في أي فريق، لكن انها تتحمل عدم التزام اعتقد انه نادي الزمالك اكبر بكتير جدا، واي نادي جماهيري، من ان احنا نقول الكلمتين دول لاي لاعب بيرتدي تيشيرت النادي ده. اي لاعب بيرتدي تيشيرت النادي ده ايا كان عمره، ايا كان خبراته، ايا كان وجوده بقاله قد ايه وعدد مشاركاته مع النادي.
اتمنى يكون في وقفه من مجلس الاداره خلال الساعات القادمه، اتمنى ان الامور تكون واضحه بالنسبه للناس كلها. تفاصيل كتير خرجت من امبارح، فتوح خرج من المعسكر، تم التواصل من قبل الكابتن عبد الواحد السيد، شيكابالا اتصل بفتوح قال له ارجع، كابتن عبد الواحد قال له ملوش لازمه يرجع. التفاصيل والحدوته دي كلها بكل تفاصيلها بنتمنى ان يكون في بيان رسمي او رد رسمي للجماهير، لان ده حقها على نادي الزمالك تكون الامور واضحه بالنسبه لها، يكونوا عارفين مين اللاعب الملتزم واللي عارف قدر التيشيرت ويكونوا فعلا وراه وفي ظهره في المباريات القادمه. نروح مع حضراتكم لتفاصيل المباراة ونعيش معاكم كده. البداية كانت من تقدم مبكر لنادي الزمالك بهدف سيف الدين الجزيري من أسيست إبراهيم ناداي اللي كان أسيست رائع جدا، ويعني بنقول دقيق ومخضرم، وقدر من خلال إبراهيم ناداي في أول 5 دقايق إن هو يعمل عرضية رائعة لسيف الدين الجزيري علشان يستغلها، والجميع توقع إن الزمالك هيحسم المواجهة قبل نهاية الشوط الأول. شفنا تألق شديد جدا من سيف الدين الجزيري، بيرجع بترجع له الثقة في نفسه مرة تانية قبل نهاية الشوط الأول، لكن بعد يعني زاد كان معاه مدرب برضه كبير ونجاحه وتألقه وثباته في المستوى مع الكابتن مجدي عبد العاطي، قدر إن هو ينجح بسرعة جدا قبل نهاية الشوط إن هو يعدل الأوضاع ويسجل هدف التعادل عن طريق مصطفى زيكو المتألق في الأيام الأخيرة وفي بداية مسابقة الدوري المصري الممتاز في الدقيقة 32 علشان ينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 لكلا الفريقين. في الشوط الثاني بيفرض الكابتن مجدي عبد العاطي اسلوب لعبه في المباراة وبينجح بصراحة بتغييراته. أول ما شفنا كده نزول المتألق ديلسون كاموني الكل كان مترقب، قلنا الثلاث تغييرات دول دفعة واحدة كده 2 أفارقة، برضو الموضوع مش هيعدي عادي، يعني الموضوع أكيد ليه وجهة نظر الكابتن مجدي عبد العاطي في التوقيت ده إن هو يدفع بالأنجولي ديلسون كاموني اللي سجل في الدقيقة 81 وكان على الموعد هدف الفوز لنادي زد علشان يتوج بمجهود الفريق ويأمن كده نقاط المباراة للنقاط ويرفع بيها رصيده للنقطة الـ 12 في المركز الثالث. 6 مباريات فاز في 3، اتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن. في المقابل توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة الثامنة في المركز السادس، لعب 6 مباريات فاز في 2 اتعادل في 2 وخسر في 2. تم اختيار اللاعب المتألق بيتر فيلو أفضل لاعب في مباراة نادي الزمالك وزاد بعد المستوى اللي قدمه امبارح في المباراة، وطبعا يعني اللعيبه اللي بتتألق في المباريات بنشوفهم بالتأكيد من قبل الرابطه بيقدروا ان هم يتوجوا من خلال طبعا الارقام والاحصائيات الخاصه بيهم في المباريات. تعالوا نشوف مع حضراتكم بالتأكيد اسوريو كان ليه تعليقات وكان ليه تصريحات هامه جدا بعد المباراه في صدمه كبيره جدا لجماهير نادي الزمالك، خساره من امبي، خساره من زد. تعالوا نشوف اسوريو قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. First of all, I would like to apologize to our fans. Usually, my teams don't lose two games in a row. هو يعني بيعتذر للجمهور وان ده الطبيعي بتاعنا ان احنا ما نخسرش جيمين ورا بعض. It was a very difficult game against a team that has a specific idea of football and executed well. They drop deep and they try to counterattack and they did it very well today. So congratulations to them. الماتش كان صعب قدام فريق عنده فكرة في اللعب، ان هو بينزل يعمل دفاع متأخر وبيلعب على الكاونتر اتاك او الهجمات المرتدة، وعرف ينفذ الكلام ده النهارده فهو البارك لهم. Now when we plan any game we need about 4 days to do it. لما بنحضر الجيم بنحتاج 4 أيام ان احنا نحضر الجيم يعني اللي جاي. We look at possible structures. بنبص على طريقه اللعب اللي هي احسن طريقه لعب ممكن نشتغل بيها. And decided on
what's the best for our team. So it was very difficult today because for not to be able to play three players that were on the starting line for today's game. وكان ماتش صعب لكن كان في ثلاث لعيبه عندنا المفروض هيبداوا المباراه لكن ما بداوش المباراه. We still create enough chances. I think both number nines, El Jassiri and Nasser had a chance to score. We couldn't score the second goal to extend our lead, and in the they have two counter attacks from our own set play, something that we need to improve. And at the end, against the run of play, they equalized the game. But again, that's the way they play. I respect it. I congratulate them, and we will have to move on. We will have to prepare the cup game, and that's where we will concentrate on. واحنا لسه بنخلق فرص وبنعرف نخلق فرص وكان عندنا فرص في الشوط الاول مع الاثنين رقم 9 عندنا اللي هو ناصر والجزيري والكره بتاعت الجزيري كان خلصها الانفراد كنا ممكن نقتل المباراه ونبقى ليد اكتر على المباراه. هما كان عندهم كورتين مرتدتين من الكورنرات بتاعتنا ودي حاجه عاوزين نشتغل عليها ونحسنها. الشوط الثاني اشتغلوا على المرتدات وعلى المساحات وخلوا الجيم ايكوال معانا يعني زي احنا وهم مع بعض في نفس الاتجاه يعني. وان شاء الله هنحضر لمباراه الكاس اللي جايه قدام بيراميدز. يعني مستر اسوري زي ما شفتوا مع حضراتكم بيقول ان جماهير نادي الزمالك لازم تتجاوز ده وهم لازم يتجاوزوا ده ويعدوا ده. وطبعا كابتن مجدي عبد العاطي قدر ان هو يفوز بالمباراه وبيقول ان هو يستحق وكل التحيه والتقدير لفريق زاد، ولكن لسه جمهور الزمالك محتاج يسمع المزيد ولكن داخل ارض الملعب بالنتيجه بالجهد بالاداء في نفس التوقيت مش فقط بالتصريحات. تعالوا نشوف على الصعيد الاخر الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لزاد قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه والفوز على نادي الزمالك ونرجع نكمل مع حضراتكم. في البدايه اصلا انا مغير طريقه اللعب بتاعتي من اول خمس مباريات، المباراه دي مغير طريقه اللعب فبالتاكيد لازم يبقى فيها بعض الدفوات، اشتغلنا عليها الاسبوع كله اكتر من وحده تدريبيه لكن بالتاكيد برضو ما بتبقاش بشكل كامل. متكلمين مع اللعيبه ان ممكن يبقى فيه اخطاء، حتى الجول اللي جه فينا متمرنين عليه بشكل كويس ومكلمين على الناس ازاي تقفل على اللي بيقطع من الناحيه العكسيه خاصه في الباك باص. كان شكلنا مهزوز جدا في البدايه لكن اللعيبه احنا برضو متكلمين معهم طول الوقت ومحاضرات فيديو محاضرات نفسيه في ان احنا حتى لو جه فينا جول ازاي نقدر نحافظ على اهدونا ونحافظ على اسلوبنا ونحافظ على طريقتنا ونقدر نرجع تاني. اللعيبه ادته بشكل كويس جدا وفعلا زي ما انت قلت احنا موفقين كمان في ان اللعيبه لما يعني قبل ما ترجع ما يجيش فينا جول تاني كان ممكن يصعب علينا المباراه. الحمد لله توفيق ربنا النهارده كان معانا، اللعيبه كمان تعبت جدا واجتهدت، كمان رجوع اللعيبه والسيستم والنظام بتاعنا واللعب والطلوع بالكره بشكل سليم واشتغل كمان على الاجناب اللي بتبقى فيها فراغات في ظهر النادي الزمالك بعد الانفعال الهجومي اللي بيبقى عندهم. الحمد لله اللعيبه ادت وده اللي خرجنا الماتش الحمد لله كسبانين. يعني اي فرقه بتبقى صاعده للدوري الممتاز الجديد بالتاكيد الهدف المعلن بالنسبه لها هو البقاء بشكل كويس. متكلمين مع مجلس الاداره ان احنا محتاجين يعني نقول للناس احنا فرقه كويسه، نقدم الناس اللعيبه الموجوده اللي معانا خاصه انت معاك 8 9 لعيبه منتخب اولمبي تحت السن بيبقوا محتاجين وقت وبيبقوا محتاجين صبر. احنا الهدف بالنسبه لنا البقاء بشكل كويس مع تقديم كوره كويسه والحمد لله احنا ماشيين خطوه بخطوه على الطريق السليم. في هدف معلن بيننا وبين بعض بقى كجهاز وكلعيبه ده بيجي مع المباريات ومع النتائج، لكن في الاساس احنا نبقى بشكل كويس في مقدمه يعني في العشر الاوائل من الجدول ونقدم عروض كويسه وهو ده الهدف المعلن بالنسبه لنا. الف شكر للعيبه، تركيز كبير ودايما انا بقول لهم احنا لو ركزنا الحمد لله احنا عاملين تيم كويس جدا. مجلس الاداره ساعدني بكل الصفقات اللي انا عايزها، بنبني تيم يعني واحده واحده. النتائج الحمد لله برضو الجدول مساعدنا في ان احنا ندخل لعيبه يعني
ما عندهاش خبرات قوي، لكن لعيبه بروميسنج جدا بالنسبه للنادي. لكن في النهايه بقول ان الثقه اللي بتتولد مع اللعيبه ومع بعض، الثقه في اللعيبه وثقه في الجهاز، بيجي من النتائج وبيجي من الاداء. احنا بنتكلم بشكل كبير جدا طول الوحدات التدريبيه، بنحفظ اللعيبه بشكل كبير جدا في الوقفه وفي الطلوع وفي القفل على مفاتيح اللعب. اللعيبه النهارده ممكن انت تقدم مباراه تبقى برضو عامل نفس المجهود بتاع نادي الزمالك، لكن ما تبقاش موفق، اللعيبه ما تبقاش موفقه، تطلع نتيجه عكسيه. النهارده الحمد لله احنا حفظنا لعيبه واشتغلنا كويس، اللعيبه حفظت وادت ونفذت، والتوفيق كمان كان معانا، طلع الجيم بالشكل اللي انت حضرتك شايفه ده، وان شاء الله باذن الله يبقى خطوه كمان نبني عليها، خاصه لما تكسب تيم كبير زي نادي الزمالك. لكن فكرة قربك من المتصدر او من عدمه، لسه الدوري طويل قوي، ولسه النادي الاهلي ما لعبش ماتشاته، لسه بيراميدز مؤجل له حاجات، لسه في انديه كتير ما لعبتش. على نهايه الدور الاولاني نبتدي نقيم شغلنا، نبتدي نقيم التيم، نبتدي نقيم كمان احنا طموحنا راح لفين ان شاء الله باذن الله. بالتأكيد مفيش نتيجة إلا من تعب، وبالتأكيد مفيش أداء إلا من تحضير، وده اللي كابتن مجدي عبد العاطي قاله وذكره من طريقة لعبه، وغير طريقة اللعب تماما ما قبل المباراة، ورغم كده لسه يعني ما يقدرش إن هو يحسن مكانة زاد في مسابقة الدوري المصري الممتاز هتكون عاملة زي خلال المباريات القادمة. الراجل بيمشي مباراة بمباراة ونتيجة بنتيجة، ولكن دايما حريص على إن هو يقدر يتأقلم مع كل مباراة ومع كل طريقة لعب للفريق مع كل المباريات القادمة. بنتمنى له كل التوفيق كابتن مجدي عبد العاطي، والأداء الرائع والطيب اللي قادر إن هو يحققه مع فريق زاد حتى هذه اللحظة. من أكتر الحاجات اللي شايفينها ومتابعينها في مسابقة الدوري المصري الممتاز هي تألق المديرين الفنيين الشباب، واللي بيتألقوا أيضا في الفترات الأخيرة. علشان كده سؤالنا في فقرة اللعبة النهاردة هيكون عن الموضوع ده، تعالوا نتابع معاكم فقرة اللعبة. مين هو أفضل مدرب شاب في الدوري المصري حتى هذه اللحظة؟ منتظرينكم تتفاعلوا معانا على صفحتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بينا، وفي آخر الحلقة بنستعرض معاكم أبرز التعليقات. طيب تعالوا نروح مع حضراتكم أيضا لفقرة تصريح وتعليق. نبتدي معاكم أول تصريحاتنا من صاحب الهدف الأول لزاد في مرمى الزمالك مصطفى عبد الرؤوف زيكو. زيكو رفع رصيده من الأهداف للهدف الخامس وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الأنجولي مابولولو هداف الاتحاد السكندري برصيد 6 أهداف. مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب نادي زد قال إن هو سعيد جدا إنه فاز على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وقال إن هما ماشيين بشكل كويس مع الكابتن مجدي عبد العاطي، وإن هو نجح في إدارة المباراة بشكل مميز ورفع الضغط عن اللعيبة. وبيقول ان هم لما تلقوا الهدف الاولاني خطفهم في اول 5 دقائق، لكن قدروا ان هم ينجحوا ان هم يرجعوا في الفوز بالمباراه امام فريق كبير زي نادي الزمالك، وده من سمات الكبار. كمان بيقول طموح النادي مش البقاء في الدوري الممتاز، الاداره بتتكلم عن التواجد في المربع الذهبي وده مش من فراغ. عندنا جوده عاليه وفي 10 لعيبه خارج الملعب لو شاركوا هيبقوا كمان افضل من الاساسيين. وانفرد مصطفى زيكو بالمركز الثاني برصيد 5 أهداف في ترتيب هداف الدوري المصري بعد ما بلولو هداف الاتحاد السكندري برصيد 6 أهداف. حين مصطفى زيكو من اللعيبة المميزين جدا، واللي كان صفقة هقول عليها ناجحة ورابحة جدا من فريق حرس الحدود، واللي قدر نادي زاد ان هو يحسمها حين هو اضافة كبيرة جدا وجوده في الفريق. ده عما حدث في مباريات امبارح. النهاردة محضر لنا إيه اليوم؟ محضر لنا يوم حافل بمواجهات قوية. عندنا 3 مباريات، مباريات اليوم في دوري نايل في الجولة السادسة، نستعرضهم مع حضراتكم. الساعة 4 عصرا هيكون في لقاء بيجمع ما بين فريق الجونة والداخلية. أما عن الساعة 7 مساء هيكون في لقاءين، اللقاء الأول هيجمع فريق بلدية المحلة وفاركو، واللقاء الثاني لقاء السهرة أيضا هيجمع ما بين المقاولون العرب والنادي الأهلي.
استكمالا لمباريات الجولة السادسة من دوري نايل، المباراة الأولى هتجمع جونة مع الداخلية، مواجهة مهمة جدا للثنائي. الجونة في رصيده 5 نقاط من 4 مباريات، فاز في مباراة، تعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة مع مدربه الكابتن علاء عبد العال. آخر مباراة فاز على فاركو بهدف دون رد. في المقابل الداخلية مع 4 نقاط من 5 مباريات، فاز في مباراة، اتعادل في مباراة، وخسر 3 مباريات، آخر مباراة اتعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف. المواجهة الثانية هي مواجهة بلدية المحلة مع فاركو. هي مباراة أيضا خارج كل التوقعات. بلدية المحلة عنده 5 نقاط من 4 مباريات، فاز في ماتش، اتعادل في ماتشين، خسر مباراة وحيدة مع مدربه الكابتن أحمد عبد الرؤوف. آخر جولة تم تأجيلها أمام النادي الأهلي لبلدية المحلة. في المقابل فاركو اللي تم تغيير إدارته الفنية وإسناد المهمة للكابتن خالد الجلال، لعب 5 مباريات، عنده 4 نقاط، فاز في مباراة، اتعادل مباراة وحيدة، وخسر 3 مباريات. آخر مباراة خسرها كانت من الجونة بهدف دون رد. كابتن خالد جلال قاد الفريق أمام الإسماعيلي وفاز بهدف في الثواني الأخيرة، بعد كده أمام الجونة خسر بهدف نظيف، ودي ثالث مباراة للكابتن خالد جلال مع فريق فاركو. أما عن المباراة الثالثة هتجمع فريق المقاولون العرب مع النادي الأهلي، واللي هيستضيفها ملعب الجبل الأخضر، وهي أول مباراة للنادي الأهلي بعد خسارته الدوري الإفريقي وخروجه أمام سان داونز في مباراة الدور نصف النهائي. أكيد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقادة مارسيل كولر عنده رغبة كبيرة جدا أن هو يعوض الإخفاق الإفريقي اللي عاشه النادي الأهلي، وخصوصا مصالحة الجماهير، واللي حصل أنه تاني إخفاق بعد خسارة لقب كاس السوبر الإفريقي في بداية الموسم أمام اتحاد العاصمة الجزائري. ده أمر على فكرة مش معتاد عليه في النادي الأهلي. مع الجهاز الفني الحالي مجموعة لعيبة حققوا الموسم اللي فات كل الألقاب المحلية والقارية، من بطولة الدوري، كاس، سوبر، دوري أبطال إفريقيا، لكن الموسم ده لسه الدنيا ما ظبطتش، يعني ابتدى بشكل مفاجئ شوية، لسه محتفظ بكامل حظوظه في مسابقة الدوري النادي الأهلي، بيلعب ماتشين أمام المصري بورسعيدي والإسماعيلي، بيفوز على المصري بربعية وعلى الإسماعيلي بثلاثية. أخبار كتير جدا عن النادي الأهلي وعن اللعيبة، هل هيتم الاستغناء عن الفرنسي مودست؟ هل خلاص فرصته خلصت مع النادي الأهلي؟ هل ممكن مودست خلاص كده الحدوتة بالنسبة له يروح بدري بدري زي ما بنقول، زي ما بنسمع في فترة الانتقالات الشتوية، ولا هنشوف فرصة تانية لمودست من جانب الجهاز الفني؟ هل هنشوف صفقات قوية في يناير داخل النادي الأهلي؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيتقال؟ أسئلة كتير بنسمعها، ممكن تكون بعد مواجهة النهاردة يكون في ردود على أسئلة كتير جدا، وأنه النادي الأهلي لملم أوراقه سريعا أمام المقاولين العرب. طبعا المقاولين صاحب النقطتين فقط من 5 مباريات في المركز قبل الأخير، وفي موقف صعب على فكرة جدا الموسم ده مع مدربه الكابتن شوقي غريب. محتاج فريق المقاولين العرب سريعا جدا أن هو أيضا يلملم أوراقه علشان ترجع الأمور تنتظم، لأن احنا دايما بنقول تعويض النقطة في الدور التاني بيكون صعب قوي، علشان كده كل مدير فني لازم يتمسك بأكبر عدد من النقاط في الدور الأول، وده اللي بيقوم به كل المديرين الفنيين مع أنديتهم، خصوصا الكابتن شوقي غريب اللي الحقيقة كان عامل يعني موسم رائع جدا مع فريق المقاولين الموسم اللي فات، وقدر ان هو ينتشلهم من الهبوط. اعتقد الكابتن شوقي غريب محتاج ان هو يلملم اوراقه سريعا مع فريق المقاولون العرب. استبعد كل ال 11 لاعب من النادي الاهلي في قائمه الفريق اللي هتواجه المقاولين النهارده، وبتشمل قائمه النادي الاهلي كل منها. في حراسه المرمى مصطفى شوبير، حمزه علاء، محمد مخلوف. اما عن خط الدفاع فمحمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كريم الدبيس، محمد هاني، خالد عبد الفتاح. اما عن خط الوسط فاليو ديانج، احمد نبيل كوكا، امام عاشور، كريم وليد، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، محمد الضوي كريستو. وخط الهجوم في أنتوني مودست وصلاح محسن، بينما اللعيبة المستبعدين هم محمد الشناوي، أكرم توفيق، مروان عطية، حسين الشحات، علي معلول، محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، ومحمد زعلوك ومعتز محمد، وبيغيب كل من عمرو السلية، محمود متولي، ورضا سليم بسبب الإصابة. موضوع تاني من الموضوعات المهمة على مدار أكتر من 50 سنة كورة، مصر خرجت لعيبة كتير قوي، واللعيبة دول كلهم أكفاء في مركز الظهير الأيسر، كلهم تقريبا معروفين بالاسم، اللاعب اللي بيثبت نفسه بيعلم مع الجمهور.
وبيكون عارفه راجل الشارع، منهم اللي من الاهلي ومنهم اللي من الزمالك ومنهم اللي من الاسماعيلي ومنهم اللي احترف ومنهم طبعا اللي شارك وشال بطولات افريقيه كبيره من منتخب مصر ومع ناديه. يعني لو اتكلمت من الذاكره هقول في التسعينات مثلا الكابتن محمد عمار، ومن ابرز نجوم بطوله افريقيا في بوركينا 98 ولعب في الدوري الالماني، الراحل الخلوق كابتن محمد عبد الوهاب نجم بطوله 2006، وبعده الكابتن سيد معوض اللي كان ليه دور مؤثر جدا ايضا مع منتخب مصر في 2008 و2010، كابتن محمد عبد الشافي مع نادي الزمالك ومنتخب مصر في مونديال 2018، اسماء كتير جدا منهم كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك، كل ده في الوقت اللي بيتقال فيه ان منتخب مصر واكتر من نادي عندهم ازمه في مركز الباك شمال. زي ما بنعمل دايما اسئلتنا وبنعيش مع رجل الشارع ونعرف الجمهور بيفكر ازاي، سالنا الجمهور في الشارع مين هو افضل باك شمال في تاريخ مصر، تعالوا نشوف قالوا لنا ايه ونرجع لحضراتكم. عبد الشافي، يعني ممكن عبد الشافي هو احسن واحد، وفي ناس كتير برضو يعني سيد معوض كان نزي. بالنسبه ليك اهلاوي وبشجع منتخب مصر واكيد والنادي الاهلي فهو سيد معوض. كابتن ياسر ابراهيم طبعا اسطوره. طبعا محمد عبد الوهاب يعني رحمه الله عليه افضل باك شمال في مصر حاليا. بصراحه انا متابع جدا الدوري المصري، بس اللي بشوفه دلوقتي حاليا احمد فتوح الباك الشمال بتاع نادي الزمالك كويس جدا يعني، وعندي برضو محمد حمدي الباك الشمال بتاع نادي بيراميدز، يعني اثنين انا اهلاوي واتمنى ان حد فيهم يجي عندنا الفريق. احمد فتوح اللي انا حضرته، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، سيد معوض طبعا، سيد معوض الكابتن سيد معوض في تاريخ مصر، محمد عبد الوهاب وسيد معوض، لكن حاليا فتوح وعلي معلول طبعا. والله الواحد بيزعل يعني زي ما شفنا مع حضراتكم، فتوح يا فتوح، صعب قوي يا جماعه لما بنعيش معاكم مع لعيبه بتتالق وما بتكونش عارفه قدر وقيمه موهبتها. الحقيقه انه للاسف بنعيش ده مع نجوم كتير جدا، وبنطلع وبنقول وبنحاول وبنعافر وفي مواقع التواصل الاجتماعي وكاعلاميين وفي كل الجهات وفي كل شيء دايما بنركز على اللاعب اللي عنده موهبه، مش عارف قيمه الموهبه اللي عنده الا بعد فوات الاوان. بنتمنى ان دي تكون رساله لفتوح ورساله لعيبه كتير جدا مش عارفه موهبتها ومش عارفه قدر وقيمه الموهبه دي، تستغلها في اسرع توقيت، تحافظ عليها، تنميها، مش تفوق بعد فوات الاوان. مشاهدينا لسه عندنا تفاصيل كتير هنتابعها مع حضراتكم، فاصل سريع ونرجع لكم مره تانية في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة ليكم مشاهدي اون تايم سبورتس مرة تانية، ولسه مكمل معاكم صباح اون تايم، وبمشاركة 600 متسابق من 52 دولة، فعاليات بطولة ايرون مان بالغردقة. تعالوا نروح مع حضراتكم لموضوع مختلف ونتابع معاكم بطولة ايرون مان واللي انطلقت فعالياتها خلال ال 48 ساعة الأخيرة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة أكثر من 600 متسابق من 52 دولة مختلفة. طبعا بطولة ايرون مان واحدة من ابرز الفعاليات الرياضية اللي بتحرص على تنظيمها مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر. عاوز اقول كمان انه بطولة ايرون مان شملت سباقات سباحة في مسافة ال 2 كيلومتر، كمان كان فيها سباق دراجات على مسافة 90 كيلومتر. تعالوا نتابع فعاليات اقامة البطولة في التقرير التالي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. طبعا نفسي يبقى كله يعدي السباق فان شاء الله كل المتسابقين يعدوا السباق بكره ان شاء الله. السباق هيبتدي من البحر بتاع سهل حشيش، الناس بتنزل ميه بيعملوا كيلو 900 عم، بعد كده يطلعوا يركبوا العجل ياخدوا بقى طريقنا الحلو ده لحد الجونه بيعملوا 90 كيلو على العجل وبيرجعوا بيجروا على البحر 21 كيلو. فهو سباق يعتبر من اكبر سباقات التحمل الموجوده، بيعملوا 156 سباق في السنه، فهو سباق كبير قوي. السنه دي
اكبر من السنه اللي فاتت كعدد مشاركه، بس طبعا مش اكبر من اول مره لينا، بس عشان ظروف المناطق اللي حوالينا بكل حاجه، بس الحمد لله المشاركه كويسه جدا. والسنه دي عندنا جزء مشارك من الاجانب اكبر بكتير، احنا عندنا فوق ال 240 متسابق اجنبي من جنسيات مختلفه. اولا هم مبسوطين جدا بالبطوله هنا، ان هم اولا المايه عندنا واضحه جدا وصافيه، هم اغلبيه بلادهم مايه بتبقاش كويسه جدا في النظر، فهم مبسوطين جدا بالعوم، بيقول لك كاني بعمل سنوركلينج في المايه. بالنسبه لهم درجه الحراره هنا اوبتيمم بالنسبه له، هو في بلادهم دلوقتي كلها درجات الحراره ما بين 2 و4 درجات، فالجو ساقع قوي، هنا جاي لدرجه حراره 31، الجو دافي والجو كويس، الهواء مش قوي قوي، فما فيش حاجه عقوسات بالنسبه لهم. متسابق 60 سنه وعمل 30 ايرمان، اصغر متسابق اكبر؟ لا، اصغر متسابق عنده 22 سنه، احنا اصغر متسابق مسموح بيه اصلا لازم يكون عدى 18 سنه. بحب الرياضه دي عشان انا بحب المسافات الطويله، وبحس كده يعني هي حاجه مختلفه وبفضي فيها دماغي وبحبها يعني شاطر فيها. اول مره تشترك فيها؟ اول مره. العجل يعني قلقان من هي عشان اكتر حاجه هتاخد وقت، في نفس الوقت ممكن يكون فيه هواء جامد، فده اللي قلقني بس. السباحه والجري تمام. ايوه طبعا، بدل ما نسافر بره وكده يعني كانت حاجه حلوه قوي ان هي معموله في مصر يعني جنب القاهره وكده. طبعا السباق بكره بنحاول نسهل على الناس على قد ما نقدر في التحكيم، اصعب حاجه بتكون في التحكيم في السباق ده طبعا السيفتي، يعني دي بتبقى اول حاجه، كل الرولز اللي موجوده تقريبا هتبقى موجوده على كرسي العجل، ان محدش يرمي زباله في الطريق، محدش يسوق جنب حد، محدش يسوق ورا حد، محدش يطلع من على اليمين، يعني رولز بسيطه خالص، بس بنحاول نسهلها على الناس عشان يتبسطوا بالسباق. السباق فيه حوالي اكتر من 500 واحد من جميع انحاء العالم، فبنحاول نخلي الناس تبقى مبسوطه على قد ما تقدر، بس كل حاجه بتبقى سيفتي للناس اكتر. يعني الكارت الاحمر مثلا في السباحه لو حد ضرب حد بتبقى يعني اسلوب غير رياضي، لو حد وقف عمل تويليت في اي مكان في السباق، يعني دي من اكتر الحاجات الموجوده بتاعه الكارت الاحمر. لا يعني بنسبه مثلا 90-95% معظم الناس ان شاء الله هتعدي الفينش تايم، يعني قبل كات اوف تايم ان شاء الله. معانا حوالي 25 واحد ومعانا حوالي 250 متطوع عارفين على الاقل البيزك بتاع اجراء التحكيم، بس هما بيساعدوا الناس بقى في الاكس ستيشن ان هما يوجهوا الناس، يشجعوا الناس وهما ماشيين، السيفتي بتاع الناس، فكل ده بيحاولوا يساعدوا فيه على قد ما يقدروا. حلو جدا ان مصر تستضيف بطوله كبيره زي ايرمان. يعني طبعا الفتره اللي فاتت دي شاهدنا مصر يعني بتنظم حوالي 100 او 150 بطوله يعني دوليه جوه في السنه لجميع انحاء الالعاب، يعني ف حاجة كويسة جدا، واتمنى نشوف مصر يعني من تطور لتطور في الرياضة ان شاء الله. يعني لم نزور مصر من قبل وهي بلد جميل، واعتقد ان الايرون مان فرصة لان نتعرف على كرم الضيافة ونتعرف على البلد. نحن هنا منذ 7 اسابيع، كنا في القاهرة والان الغردقة، ونريد ان نعود مرة اخرى. هذه اول مرة لي ان اكون في مصر، المكان رائع والبلد رائع. الامر كله يتعلق بتحدي الذات، 3 اشهر من التدريب المستمر، نحن نقوم بذلك معا، نريد أن نصل إلى أقصى حد ذهني من الممكن أن نصل إليه، وأتمنى أن يكون شعور جيد جدا عندما نعبر خط النهاية، ربما نخوض مسابقة أخرى. بالفعل انضممنا معا وأردنا أن نأتي، وهيا بنا وسنذهب إلى مصر. وبعد أن وقعنا للذهاب إلى مصر اكتشفنا أن هناك الكثير علينا أن نفعله، وأن هناك تدريب وأشياء كثيرة. فعلا الأمر جيد ويستحق. That's really cool. شهدت البطولة حضور مميز جدا من الضيوف والمنافسين، ودي فعاليات بتقام للعام الثالث على التوالي، وشهد كمان الحفلة حضور العديد من الشخصيات من أبرزها طبعا وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، مدير عام السياحة بوزارة الشباب. الأمر الإيجابي في إقامة البطولات والإيفنتات على فكرة اللي من النوع دي دايما بنقول إن إحنا نروج للسياحة الداخلية بشكل جيد، بشكل رائع مميز يليق بينا وباسم مصرنا الحبيبة، وده لأنه وجود متسابقين أجانب من جنسيات مختلفة بيعكس ردة فعل مميزة جدا لمصر في الأمور السياحية. وعاوز أقول أن البطولة دايما بتهدف لتشجيع شباب رياضيين على المشاركة في الأحداث الدولية، طبعا بجانب استغلال الفعاليات الرياضية للدعاية السياحية لمدينة الغردقة. تعالوا نعيش معاكم ونشوف برضو التقرير التالي للقاءات مع مدير السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب وبعض الحاصلين أيضا على الجوائز، ونرجع نكمل فقرتنا. النسخة الثالثة
من مهرجان البحر الأحمر للفئات الرياضية اللي بيضم من ضمن فعالياته بطولة ايرون مان. مهرجان البحر الأحمر دايما يعني دي نسخة الثالثة على التوالي، بيضم أكثر من 15 حدث رياضي بأكثر من 15,000 مشارك، وده رقم كبير جدا يقرب من الرقم بتاع الأولمبياد خلال 3 شهور الربع الأخير من السنة من كل عام. بيبقى عندنا أكثر من حوالي 100 جنسية مشاركة خلال فعاليات المهرجان. من أهم البطولات أو من أهم الفعاليات الرياضية اللي عندنا مهرجان في مهرجان البحر الأحمر بطولة ايرون مان. بطولة ايرون مان النهارده ما يقرب من حوالي 1000 مشارك من 52 جنسية. نسبة الأجانب أكتر من المصريين كتير في المشاركة في البطولة، هي بطولة دولية بتقام في عدد من الدول. قطعت مسافة الميل العام الماضي ولكن لم يكن لصالح ايرون مان، لكن هذا هو اول سباق ايرون مان. اريد ان اتأهل الى كأس العالم السنة المقبلة، واخترت مصر لانني اعرف انها ستكون تجربة عظيمة جدا بالنسبة لي. هذا السباق كان مرهقا، درجة الحرارة عالية، الرياح لم تكن مشكلة، وكانت هناك مناطق عديدة لشرب المرطبات، وكان اليوم شاقا وصعبا، ولكن وصلت في المركز الأول في خط النهاية، وعلي أن أكون سعيدا. أحب وقتي هنا في مصر، لدي 10 أيام أجازة هنا في مصر، سأستمتع بالشاطئ وبالبحر، وسأستمتع بدون بعيدا عن التدريب. التحدي اليوم كانت الظروف الجوية صعبة لأن الرياح كانت شديدة في مسار الجري ومسار الدراجات، ودرجة الحرارة كانت مرتفعة وعانينا منها في مسار الجري. أما بالنسبة لمصر فأنا أحب مصر جدا، وسأبقى هنا لمدة 7 أيام وأفكر في العودة بالتأكيد، لأنها بلد جميلة والبحر جميل والمكان جميل لقضاء الإجازة، وهذا ما سأقوله لأصدقائي. لم أزر أي مكان آخر في مصر بعيدا عن سهل حشيش، هذه أول زيارة لي. أنا مستمتع بهذه البلد الجميلة والناس اللطيفة الطفاء والكرماء وأيضا شروق الشمس. بما أنني من سويسرا وأعيش في الجبال، درجة الحرارة منخفضة جدا هناك. بالفعل كان تحدي كبير أن أكون موجود على خط البداية في درجة حرارة عالية. أيضا الرياح كانت جيدة وسيئة، جيدة لأنها بردت جسدي قليلا، ولكن مثلت تحدي في مواجهة الرياح، ولكن علي أنا كنت أن أتحلى بالإيجابية في ذهني إلى أن أصل إلى الغردقة ونعود حوالي 50 كيلومتر. كان هذا هو التحدي الكبير بالنسبة لي اليوم، ودرجة الحرارة كانت عالية، ولكننا استطعنا أن نرطب أنفسنا بعض الشيء. أنا أحب مصر جدا لأنها مكان رائع لقضاء الأجازات، وأنا أحب رياضة الكايت سيرف، وأنا أتيت إلى هنا أكثر من مرة، وسأقول لهم أنني ذهبت إلى مصر لأصدقائي وعائلتي، وأنني سعيد جدا بهذه التجربة وسأخبرهم بها. في الحقيقة هذه هي المرة الثالثة التي أشارك فيها في مسابقة ايرون مان، وليس بالشيء الجديد بالنسبة لي. أنا شاركت في إيطاليا وحصلت على المركز السادس في فئة السيدات. أنا في المرتبة الثالثة في مسابقة السيدات. أنا سعيدة جدا لأن هذا أول فوز حقيقي لي. عندما أتيت إلى هنا وبدأت التدريب، وعندما ركضت لأول مرة هنا، شعرت أن الجو حار جدا. أعتقد أن في بلدي هي 8 أو 5 درجات والجليد يهبط، أما هنا فدرجة الحرارة عليها والشمس مشرقة. وقررت مع مديري الفني أن ننفذ التدريب طبقا للأجواء، وهذا هو ما فعلناه. أعتقد أن مسار السباحة كان عظيما جدا، ورأيت سمكا في المياه وكان شيئا عظيما. ثم الدراجات، هذا كان صعبا بسبب الرياح وكانت درجة الحرارة عالية. ثم بدأت مسار الجري وشربت كثير من المياه واستخدمت الإسفنج المبلل بالمياه لترطيب جسدي حتى يخفف من وطأة حرارة الجو. أهي
دي تالت مرة بالنسبة لي في التلاتة سيزون بتوع ايرون مان في مصر، ومن حوالي اربعة ايام كنت عاملة برضو هاف ايرون ريلي 21 في تركيا. لا هو انا متعودة عليه من اول سنة، وخلاص انا بقيت حافظة الروت بتاعي عامل ازاي والناس عاملة ازاي. لا هو سهل حشيش مختلفة عن اي دولة تانية، يعني حلوة فعلا لانها مختلفة صراحة، مختلفة. لما روحت تركيا لقيت بتاعت مصر مختلفة، عايزة صبر، عايزة قوة، عايزة تمرين كويس، كفاية انها في البحر الاحمر. ثالث مرة اشارك في السباق ده بتاع ايرون مان بتعمل في مصر، والنهارده كانت اول مره اختار المسافه اللي هي 51-50، والحمد لله مبسوطه ان قدرنا نوصل مصر يعني للمركز الاول. هو الايرون مان او الترياثلون ثلاث رياضات في بعض، سباحه وعجل وجري. انا بلعب الرياضه دي بقالي يمكن 5 أو 6 سنين، واخترتها في الاول عشان كانت نوع من انواع التحدي، انا بحب التحدي فحبيت يعني اتحدى نفسي. فالحمد لله يعني سنه عن سنه بتطور والحمد لله. الجري الجو كان يعني انا ما اعتقدش جريت جري قبل كده جو حر كده، يعني الجو كان حر وكان فيه هواء في وشنا واحنا بنجري في حتة معينة في الكورس. طبعا يعني القرار ان الواحد يعني يشترك في المسابقة هنا اسهل من ان انا اروح اعمل سباق برا، من ناحية اللوجيستكس يعني والمصاريف، وان التنظيم كمان يعني كويس زي تنظيم اي سباقات تانية برا. يعني النهاردة التنظيم كان هايل بصراحة. الحين احنا دايما بنسعد بالإيفنتات دايما اللي بتقام على أرض مصرنا الحبيبة، خصوصا في محافظة الغردقة، ودايما بنستمتع باستمتاع السياح وبنستمتع باستمتاع كل الأعضاء المتواجدين في الإيفنتات دي، علشان فعلا بيكونوا جايين مستمتعين بيمارسوا كل الرياضات بحب وبراحة نفسية شديدة جدا. لما تتفرج عليهم هما بيتكلموا على المعالم السياحية المتواجدة عندنا في مصر قد ايه استمتعوا كل تفصيلة، سواء إذا كان في البحر، سواء إذا كان في المناطق اللي بيزوروها هناك، الاستمتاع بالإيفنت نفسه أو فعاليات الحدث نفسه، كل الأمور دي بتسعدنا وبتشرفنا دايما. يا رب دايما تكون مصر بتستقبل كل السياح في كل مكان، ودايما يكونوا سعداء بتواجدهم عندنا. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل، بعدها نستقبل ضيفنا اللي منورنا النهارده كابتن احمد علي لاعب طنطا الحالي والاهلي والمقاولون العرب السابق، علشان نتكلم معاه على تفاصيل تحليليه وفنيه كتير بالتاكيد، ونتكلم معاه على الامور الخاصه بفريق طنطا ولعبه في التوقيت الحالي. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا. منورنا دلوقتي كابتن أحمد علي لاعب فريق طنطا الحالي ولاعب نادي المقاولين والنادي الأهلي السابق. بنرحب بحضرتك يا كابتن أحمد، منورنا، أهلا بيك، صباح الفل عليك. أهلا بيك، صباح الخير، ومبسوط إن أنا معاكي ومبسوط إن أنا على قناة أون تايم. طبعا يا كابتن في البداية عايزين نتكلم معاك على موضوعات كتير قوي، ولكن طبعا لما الناس بتشوفك بتفتكر ذكريات كتير جدا في التوقيت اللي كنت متواجد فيه مع النادي الأهلي والمقاولين العرب. عايزين نتكلم معاك في التوقيت الحالي لفريق طنطا أيضا، ومنافستك مع فريق طنطا، عايزينك تكلمنا عن الوضع الحالي لفريق طنطا والمنافسة. احنا حاليا بنلعب في دوري المحترفين اللي هو اللي انشئ يعني جديد السنة دي. بالظبط. معانا فرقة كويسة جدا، كابتن عمرو أنور، عاملين فريق محترم. كنا السنة اللي فاتت يعني قريبين جدا ان احنا نصعد دوري ممتاز، بس للأسف ما حصلش نصيب على آخر جولة. يعني فرقة البلدية صعدت بفرق نقطة. مستمرين يعني بنفس التيم كده في المنافسة الحالية يعني، وطبعا عارفين دوري المحترفين أصعب بكتير من السنة اللي فاتت، وفرقة قوية كلها، وإن شاء الله يعني احنا هو بنحاول. الماتش اللي فات كسبنا، وإن شاء الله نحاول إن احنا نصعد إن شاء الله الممتاز بإذن الله.
لو اتكلمت معاك عن دوري المحترفين، رأيك ايه في دوري المحترفين؟ وهل مزود المنافسة اكتر؟ يعني لما ابتدت الامور تبقى متقسمة زي ما بنقول كده، وانت عندك خبرات كتير جدا سواء اذا كان في مسابقة الدوري المصري ممتاز، وايضا ليك كان محطة مهمة جدا في فريق الترسانة قبل انتقالك لطنطا. عايز اعرف منك، شفت دوري المحترفين بنظامه وشكله الجديد ازاي؟ طبعا بيقوي جدا المنافسة، لان ده اللي موجود دلوقتي في الاندية، في البطولات الكبيرة، في البريمير ليج في انجلترا، في النظام ده هو المتبع، يعني ان يبقى في دوري واحد للدرجة الثانية. اندية دلوقتي لان انت بتجيب اقوى الاندية اللي موجودة في كل المجاميع، في بحري، في القاهرة، في الصعيد، بتجمع اقوى الفرق وتحطهم في مجموعة واحدة، فطبعا الدوري بيبقى اقوى واشد، والمنافسة بتبقى اصعب. فبيحتاج ان الفرقه كلها تقوي نفسها عشان تعرف اللي عايز، اللي عنده طموح ان هو يصعد للدوري الممتاز، فلازم يقوي فرقته، ولازم يعمل فريق كويس قادر ان هو يصعد بيه للممتاز. فبالتالي ده بينعكس على المسابقه نفسها، فبتبقى المنافسه قويه جدا. فبنشوف دايما في مباراة قوية، يعني اي وقت حد هيتفرج على البطولة هيلاقي ان في ماتشات جامدة جدا في كل جولة، لان كل الاندية قوية، كل الاندية الى حد كبير متكافئة، كل الاندية عايزة تصعد. صحيح. فبالتالي بيخلي المنافسة قوية وبيخلي شكل المسابقة قوي، فده بينعكس المفروض بصورة إيجابية على الدوري. يعني هل ده ممكن نقول ان هو بيصعب المنافسة اكتر بكتير على الفرق اللي بتنافس بعضها، ولا لا ممكن يكون الامر ظالم شوية بعض الشيء، لان خلاص بقت كل الاندية زي ما حضرتك بتقول على نفس المستوى، وكلها في منافسة شرسة قوي، واللي هيصعد منها عدد محدود؟ فاحنا بنتكلم على انه لو كان عندك فرق على مستوى واحد وفرق اقل شوية كانت بيبقى فيه متنفس، لكن لما بقى كله على مستوى قوي جدا فبقت الامور بتتصعب اكتر. انا مقدر طبعا وجهه نظرك ان في ده بيظلم بعض الانديه، في انديه بتتظلم بسبب ده، لان طبعا مش كل الانديه متكافئه في موضوع الفلوس برضو والماديات. صح. لان ده انت لازم عشان تصعد لازم يبقى عندك فرقه قويه، والفرقه القويه لازم تجيب احسن لعيبه، موارد ماليه فطبعا ده بيجي بالسلب شويه على بعض الانديه، ولكن يعني هو ده النظام الاحسن، يعني ده النظام الاقوى دلوقتي، ان انت يبقى عندك دوري واحد، دوري قوي تقدر من خلاله تصعد للدوري الممتاز. لان الاول كان بيبقى فيه النظام اللي قبل كده، كان ثلاث مجاميع، مجموع كل قسم منفصل عن القسم الثاني، فبالتالي المنافسات ما بتبقاش قويه قوي، يعني الدنيا ما بتبقاش قويه قوي، بيبقى متوقع بنسبه كبيره قوي مين هيصعد ومين هينزل، فالموضوع ما كانش بيبقى يعني قوي او يعني ملائم للحجم الانديه اللي موجود. دلوقتي لا، انا شايف ان دلوقتي النظام احسن، الفرق كلها قويه. انت دلوقتي لما بتيجي تتفرجي ما تعرفيش مين هيصعد، ما تعرفيش مين ممكن لحد دلوقتي احنا مش عارفين ممكن ليه، لان الانديه كلها زي ما حضرتك قلتي متكافئين، وفي قوه متكافئه، فالمنافسه شديده. فده اعتقد ده الهدف، يعني ان يبقى في منافسه، ويبقى في المنافسه دي هي اللي بتخلي المشاهده والفرجه والمتعه موجوده. يعني ده صحيح. طيب لو انتقلت معاك لمباراة اليوم النهاردة، عندنا مباراة مهمة جدا هتجمع النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب. الحقيقة ان انت لعبت مع الفريقين، ودلوقتي فريق المقاولين بيمر بمرحلة مع كابتن شوقي غريب، ممكن نقول عليها لسه الامور ما استقرتش بشكل كبير جدا. على الصعيد الاخر النادي الاهلي لسه خسران في المواجهه الاخيره، طبعا في مباراه الذهاب 1-0 من سان داونز والتعادل، ولكن على اساسه خرج النادي الاهلي ودع بطوله الدوري الافريقي. تعليقك ايه؟ شايف النادي الاهلي النهارده ممكن يكون داخل المباراه بانهي معنويات؟ فريق المقاولين ممكن يستقبل النادي الاهلي، هل نقدر نقول النادي الاهلي ممكن يكون جريح لحد ما ولا لا؟ دايما بقول الكلمتين دول قبل المواجهات، يعني قبل المواجهات الدوري المصري الممتاز، مواجهه المصري بورسعيدي على الاخص، بعد توديع النادي الاهلي لبطوله السوبر الافريقي ومواجهه الاتحاد العاصمه الجزائري. قلت الكلام ده كان فيه وجهتين نظر، البعض قال لا النادي الاهلي ممكن ان هو يكون لسه متاثر بالخساره، البعض الثاني بيقول لا النادي الاهلي بالعكس ده بيزيده قوه وحماس اكتر. لا، هو انا يعني اعتقد ان هو اكيد متاثر. ليه؟ لان البطوله كانت بطوله جديده، وبطوله قويه وعوائدها الماديه عاليه جدا،
فطبعا النادي الاهلي دايما متعود ان هو ياخد بطولات وبطوله جديده زي دي كانت هتبقى تضاف لخزائن النادي الاهلي ما خدهاش قبل كده لان هي دي اول مره يعملها اول مره تتنفذ فبالتالي خساره بطوله زي دي حاجه مؤثره جدا صح. ولكن برضو خلينا نتكلم ان النادي الاهلي في الدوري الموضوع بيختلف شويه لان النادي الاهلي في الدوري الفريق متمرس جدا بيعرف يكسب دايما اللعيبه اللي موجوده عندها من الخبرات والنضج طبعا ان هم يفصلوا دايما تماما عن وفي طبعا اللعيبه دي مش مثلا بتمر النادي الاهلي ما بيمرش بمرحله يعني متواصله من الانكسارات لا ده هي مثلا بطوله او حاجه خسر السوبر من اتحاد العاصمه ولكن هي كانت مباراه واحده انما لما النادي الاهلي بيخش بطوله افريقيا هو كسبها في دايما يعني الموضوع مش موضوع انكسارات متتاليه لا هو الاهلي خد بطوله افريقيا فبالتالي شارك في السوبر فبالتالي دخل في البطوله دي الى حد ما ممكن يتاثر شويه ولكن في الدوري الموضوع مختلف شويه لان النادي الاهلي دايما بيبقى بيلعب على البطوله دايما واللعيبه عندها خبرات ان هي تفصل بين خساره بطوله وان انا دلوقتي في بطوله ثانيه فدايما ده نهج تمام ده نهج دايما في النادي الاهلي ان هو بيفصل دايما بين البطولات اللي بيشارك فيها ممكن يبقى مثلا ماشي مش تمام قوي في الدوري مثلا بس يروح افريقيا يبقى مركز تماما ويلاقي النادي الاهلي يحقق البطوله في الاخر بيبقى في البطولة مثلا أفريقيا كان يبقى مش ماشي تمام أو حاجة في المجموعات أو كده ويجي في الدوري لا ماشي متصدر فدايما في فصل بين البطولات اللي النادي الأهلي بيشارك فيها لأن دايما ده متعود عليه إن هو دايما بيشارك في أكتر من بطولة في كذا في وقت واحد يعني فطبعا ده بيخليه دايما اللعيبة الخبرات اللي موجودة بتعرف تفصل قوي بين البطولات اللي بيشارك فيها وأعتقد النهاردة بداية مرحلة جديدة ان هو يبدأ يركز في الدوري وان هو دايما النادي الأهلي عايز يحقق البطولة دايما في الآخر يعني. على الصعيد الآخر المقاولين مع كابتن شوقي غريب تعتقد ممكن يتعامل مع مباراة اليوم ازاي؟ النادي المقاولين في وضع صعب الصراحة يعني انا متابع البطولة الأداء مش أحسن حاجة فقدوا 2 من اهم لاعبتهم دول اللي كانوا بيساعدوهم دايما في السنه اللي فاتت يعني كابتن شاوي كان بيعتمد عليهم بشكل كبير اللي هو المهاجم جون اوكلي والهاف ادوارد اللي هو البرازيلي ده الاثنين دول اثروا معاهم بشكل كبير جدا لان كان عندهم قوه هجوميه كبيره جدا صح. كانوا بيقدروا يساعدوهم في الفوز دلوقتي هو فقد الاثنين دول فبالتالي اثروا بشكل كبير جدا على الفرقه مش قادر يخرج من يعني مش عارفين يكسبوا ومش عارفين يطلعوا من الموقف اللي هم فيه وطبعا الامور اسوأ دلوقتي اصعب اسف لان هم يلعبوا الاهلي والاهلي جاي من بطوله خسرانها فالاهلي محتاج يعوض ومحتاج يصالح جماهيره طبعا فطبعا هتبقى مباراه صعبه عليهم جدا يعني. شايف انه فريق المقاولين ممكن يتماسك لحد الانتقالات الشتويه ونشوف تدعيم بصفقات او احتياجات في مراكز زي ما بتقول الكابتن شوقي غريب ممكن يكون محتاجها بصي هو السيف زوم بتاع النادي المقاولين او كابتن شوقي دايما ان هو يبقى في وضع اللي هو انا بحاول ادافع كويس واتعامل على هجمات مرتده وبالتالي اقدر اكسب دلوقتي هو لا هو في وضع مختلف ان هو محتاج هو يكسب هو دايما يبادر هو عايز يكسب لان هو في وضع صعب فده مش المنطقه اللي ايه الكومفورت زوم بتاعهم لان هم دلوقتي محتاجين دايما يبادروا محتاجين يهاجموا كتير هل التغير ده هيأثر عليهم ولا لا انا مش عارف بس انا بقول ان اللعيبه اللي كانت بتأثر معاهم وبتفرق معاهم مش موجودين دلوقتي فهم دلوقتي في وضع صعب يعني اتمنى كابتن شوقي يعرف يتعامل مع الموقف ده لان هم دلوقتي محتاجين يكسبوا اي ماتش وطبعا ماتش النهارده صعب جدا عليهم فبرضه ما اعرفش النتيجه هتأثر عليهم اكتر ولا لا اتمنى ان هم يقدروا يتماسكوا زي ما انت قلتي لحد الفتره الشتويه يقدروا يحسنوا شويه من سكواد الفرقه عشان يقدروا يبقوا في الدوري يعني. مستر كولر ممكن يتعامل النهارده ازاي مع مباراه النادي الاهلي خصوصا انه شفنا في بعض اللعيبه مستبعدين او راحه بمعنى اصح في لعيبه مستبعدين بسبب الاصابه وفي كهرباء مستبعد بسبب الايقاف. تعليقك ايه على مجموعه اللعيبه اللي هتشارك النهارده ممكن نشوف ان الروتيشن ده في مصلحه النادي الاهلي النهارده وان الاراحات اللي الكابتن او المستر كولر كان مصر عليها ان هو يريح بعض اللعيبه زي الشناوي زي حسين الشحات زي اكتر من لاعب ده ممكن ان هو نشوف انه بيأثر على الفريق ولا يكون في مصلحه النادي الاهلي اكتر انا شايف ان ده في مصلحه النادي ده حاجه مهمه جدا لان اللعيبه دي مجهده لعبت كتير وانت عندك لعيبه تانية ما لعبتش كتير ولعيبه على مستوى كويس يعني مصطفى شوبير لما لعب كان كويس جدا
يعني طاهر واحمد عبد القادر محتاجين ان هم يشاركوا اللعيبه دي. وطبعا مش هتلاقي فرصه يعني احسن من ان مباريات الدوري يبقى فيها فرصه ان انا ايه اقدر ان انا ادي اللعيبه. هل عدم مشاركه احمد عبد القادر خلال الفترات اللي فاتت اثر على مستواه اللي شفناه بيه؟ اه طبعا اكيد. وهو يعني هو اللاعب ذهنيا برضو بيتاثر بالموضوع ده. هو دايما بيحب ان هو يشارك ودايما يحب ان هو بيبقى متالق، فلما ابعده ولما يقعد فتره كبيره ما يلعبش طبعا هيتاثر. فانت محتاج مباريات زي دي الى حد ما باين ان انا المفروض النادي الاهلي اقوى من نادي المقاولين مع كامل احترامي يعني، ولكن حاليا زي ما قلنا نادي المقاولين ما بيمرش باحسن فتراته، فطبيعي ان انا اعمل روتيشن في الوقت ده. يعني مش هقول لك مثلا النادي الاهلي هيلاعب فرقه مثلا الزمالك او بيراميدز او كده، فهيبقى برضو فكره الروتيشن هتبقى صعبه شويه لان انت محتاج تكسب مباراه كبيره. فالى حد ما مباراه المقاولين مناسبه ان انا اقدر اعمل كده، مناسبه ان انا اقدر اريح الشناوي اللي بقاله كتير بيلعب، مناسبه ان انا اريح حسين الشحات، يعني مباراه مناسبه ان انا اقدر اغير وانا شايف ان ده في مصلحه النادي. هل شايف ان مودست كان لازم يريح في المباريات الكبيره او بطوله كبيره زي الدوري الافريقي وياخد فرصته في مسابقه الدوري المصري الممتاز؟ لا مش شايف كده. ليه؟ لان هو المفروض اسم كبير يعني. انا المفروض جايب لعيب سوبر ستار، فلا يعني انا الكلام ده ممكن اعمله مع حد لسه جاي انا بحاول ان انا اهيئه شويه لعيب. مش لا، انت المفروض دافع مبلغ كبير في لعيب سوبر ستار يلعب في اي وقت، لو مش هيفيدني في بطوله كبيره زي الدوري الافريقي ده انا هستفيد منه. لان في الدوري انا يعني النادي الاهلي دايما اي حد بيلعب بيثبت نفسه، انما انا محتاجه في البطولات الكبيره اللي هي اكبر من مع كامل احترامي يعني. بس بطوله الدوري الافريقي دي بطوله جديده وبطوله كبيره جدا، فلازم يفرق معايا. انا جايبه عشان يفرق معايا في البطولات اللي زي دي، بطوله افريقيا، كاس العالم للانديه. النادي الاهلي محتاج مهاجم مش بس عشان الدوري، النادي الاهلي بياخد الدوري دايما، هي الفكره في التحديات الاكبر من كده. فلازم انا عشان ان طبعا كلنا عارفين النادي الاهلي كان محتاج مهاجم قبل ما يجيب مودست، فانا ده جايب لعيب سوبر ستار، لعيب كبير، اسم كبير عشان يفرق معايا في الحاجات اللي زي دي. فمش طبيعي خالص ان انا اريحه في البطوله زي دي واقول عشان لا، انا المفروض جايبك عشان انت تفيدني وتفرق معايا في البطوله زي دي. فلحد دلوقتي هو ما اثبتش يعني ده. بس شايف انه النادي الاهلي ممكن يكون استعجل شويه في حسم صفقه المهاجم الافريقي، وانه كان ممكن ينتظر للانتقالات الشتويه علشان يكون الامور مستقره اكتر، او يكون اتخذ قرار صحيح 100% في اختياراته، وانه كان ممكن ياجل اعاره او انتقال محمد شريف من النادي الاهلي. شفت ان كان في استعجال شويه في الموضوع ده ولا لا؟ ما اقدرش اقول استعجال، لان الفتره اللي قبل ما مودست يجي كان في برضو فتره كبيره ان الاهلي دايما الاهلي محتاج مهاجم. يعني ده كان ضغط من الجمهور وضغط من الاعلام ان الاهلي محتاج راس حرب، فما كانش في كان خدوا في فتره عدت كولر كان اتكلم انا محتاج مهاجم، وفتره انتقالات عدت وما حصلش ان مهاجم جه. فاعتقد ان كان في وقت، وبصراحه يعني لما اسم مودست اتطرح الناس رحبت لان هو اسم كبير فعلا ولعب في انديه كبيره. ولكن المشكله الاختيار، معرفش هل اختيار او حظ او ايه، ان هو ما اثبتش ده. يعني هو اسم كبير والناس ولقى ترحيب من الناس اول ما اتطرح اسمه، بس هو ما اثبتش ده. كان في يعني كلام على عامل السن برضه، هل على الفتره اللي لعبها قبل ما يجي الاهلي هل كان بيلعب بيأدي او لا، ده كانت علامات استفهام يعني اعتقد لحد دلوقتي اثبتت ان هي كانت علامات استفهام في محلها، لان هو دلوقتي ما قدمش اللي يناسب الاسم اللي هو جاي بيه يعني. ولكن هل النادي الاهلي استعجل او كده؟ انا ما اعتقدش ده، لان كان في فتره قبلها هو اوريدي النادي الاهلي محتاج مهاجم، فقعدوا فتره لحد ما لقوا الاسم المناسب، ولكن لحد دلوقتي هو ما قدمش المردود المناسب يعني. لو انتقلت معاك لعلي معلول، علي معلول من الواضح انه كان في تأثر كبير جدا في ادائه بعد ضياع ضربه الجزاء في المباراه. مظبوط. تعليقك ايه؟ هل شايف انه علي معلول لازم ان هو الفتره اللي جايه يكون ليه بديل في النادي الاهلي، وانه سرعان ما النادي الاهلي لازم يتخذ قرار ان يكون في دايما بديل جيد على نفس مستوى علي معلول، ولا لا النادي الاهلي مش محتاج ده دلوقتي وانه علي معلول في كامل مستواه اللي معتادين عليه بقالنا فتره؟ انا شايف ان علي معلول في مستواه يعني. هو فعلا زي ما انت بتقولي فعلا اتاثر بعد ضربه الجزاء، وواضح جدا عليه حتى يعني شكله في الملعب كان باين ان هو متاثر.
لان هي كانت ضربه جزاء مهمه جدا وكانت هتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. ولكن علي معلول لعيب كبير وسوبر ستار، يعني هو طبيعي جدا، ياما كسب النادي الاهلي وياما جاب للنادي الاهلي بطولات، فطبيعي عادي بتحصل لكل اللعيبه ان هو ممكن يضيع ضربه جزاء او كده. بالنسبه للنقطه بتاعت يعني لازم يبقى في بديل، ولكن كتجهيز لما بعد مرحله علي معلول هو دلوقتي هو الباك الشمال الاساسي، وهو خبرات بيقود الجبهه اليسرى بقاله كتير وبشكل محترم جدا، وبيؤدي من احسن الاظهره اللي جت في تاريخ النادي الاهلي علي معلول. انا ممكن اجهز بديل، ابقى عيني حاطط عيني على بديل، ده اللي هيبقى بعد علي معلول، ده ممكن يحطه في دماغي. انما حاليا علي معلول هو الاساسي وهو اللعيب الكبير، هو من كباتن النادي، ومفيش اي مشكله خالص ان هو يبقى ضيع ضربه جزاء او كده. هو ياما كسب النادي، واعتقد ان هو لعيب كبير ما يتاثرش بحاجه زي كده يعني. صحيح كابتن احمد، لسه حوارنا مستمر معاك ولسه عندنا تفاصيل هنتكلم فيها، ولكن استاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير، نرجع لحضراتكم نستكمل حوارنا مع كابتن احمد علي لعب فريق طنطا الحالي ونادي المقاولون والاهلي السابق. انتظرونا في صباح انصار. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم فقرتنا اللي نورنا فيها الكابتن أحمد علي لاعب طنطا الحالي والأهلي والمقاولون العرب السابق. عودة الحركة كابتن مرة تانية، نروح معاك لنادي الزمالك. مباراة الأمس شفنا وعيشنا مفاجأة كبيرة جدا لجمهور نادي الزمالك، خصوصا بعد خسارة المباراة الأخيرة أمام فريق أنفي والفوز أمام سموحة بخماسية. هل نقدر نقول إن كانت يعني خسارة مؤقتة؟ لا مش مؤقتة، ما اتكررت تاني امبارح امام فريق زد، ولا نقول عليه كان فوز مبهم او فوز يعني غير مستقر، ما كان بس عابر كده زي ما بنقول في المباراة. تعليقك ايه وشايف ايه سبب تحول اداء الفريق بالشكل ده؟ انا شايف ان هي حاجة غريبة، يعني انت عملت مباراة كبيرة جدا واديت اداء هايل جدا، اللي قدروا يكسبوا سموحة بخمسة والفرقة بتلعب كويس، وفي ايه السبب اللي يخلي ده يحصل؟ انا يعني مش عارف، انت المفروض كنت تبني على ده وتستمر بقى على الاداء ده والروح دي، اللي حصل غير كده. لقينا مباراة انبي فجأة الزمالك بيخسر، هي مشكلة ده انا من وجهة نظر، يعني مشكلة اوزوريو في كده ان هو سهل قوي يعني يعمل مباريات قويه ويأدي، وسهل قوي برضه ان هو يخسر، يعني ما عندوش التماسك القوي، التماسك اللي بيخليه يستمر على الاداء الكويس. مباراه قويه ممكن نلاقيه بيعمل اداء هايل ويكسب بالخمسه والفرقه بتلعب احلى لعب ومتماسكه دفاعيا وهجوميا، ومره ثانيه مباراه ثانيه فجاه بدون اي مقاومه تلاقي الفريق مفتوح وفي مشاكل وفي مساحات فهي دي المشكلة اللي بالنسبة لي مع زوري. هو عنده فكر وبيحاول يطبق أفكاره، ولكن ما عندوش تماسك، مش مخلي الفرقة متماسكة بشكل ان هي تستمر على الأداء القوي. بتشعر ان أوسوريو ما عندوش ثقة في قراراته، بمعنى المباراة الأخيرة ما فيش راس حربة، طب خدوا راسين حربة. المباراة اللي قبلها ما في راس حربة، ما فيش خالص، طب نحط راس حربة وهمي، لا ما ينفعش، طب يلا نلعب باتنين راسين حربة. هل بتشوف انه في دايما رد من أوسوريو على الانتقادات برغم عدم قناعته ولا بقراراته ولا بالقرارات القرارات اللي هو بينفذها علشان ارضاء الجمهور؟ بالظبط، هو واضح ان هو مش واثق في قراراته، يعني هو بيسمع مثلا ان هو ايه بينتقد في فكره طب انت ازاي تلعب من غير مهاجم، فتلاقي يشعر بضغط او كده من اعلام، من بيسمع من الناس او كده، فيقوم مغير في وجهه نظره. انت لو مدرب قوي وعندك شخصيتك هتلعب باللي انت مقتنع بيه. انا مقتنع ان انا العب فيرود وهمي، هلعب فيرود وهمي حتى ان كان المردود لسه، هثبت على وجهه نظر. واضح ان هو بيتاثر، واضح ان هو بيسمع كتير، وده مش مخلي زي ما بقول في تماسك. التماسك ان انا العب مباراه كويسه والمباراه اللي بعدها اخسر، ده في الفرقه مش فرقه متماسكه بتلعب على طول. فهي دي مشكله الزمالك، ان هم ممكن ماتش يعملوا اداء كويس قوي بطريقه كويسه قوي ونقول بنلعب كره كويسه جدا، والماتش اللي بعده يخسر عادي. فهي الفكره كلها في كده، اللي بيحصل بقى من مشاكل اللعيبه الحاجات دي، يعني اعتقد ان مع الاداره الجديده المفروض المشاكل دي تنتهي، يعني انت تبدا بقى تدور على استقرار الفرقه. هسالك على ملفين بخصوص الامر ده، شايف ازاي مجلس الاداره ممكن يتعامل مع الامور الخاصه باللعيبه اللي
ما التزموش في معسكر الفريق سواء كان فتوح او صبحي او مصطفى الزناري، وشايف ممكن يكون ردة فعل مجلس الإدارة الجديد يكون عامل ازاي؟ بصي انا مش هقول بقى كلام خطب وكده وان لا لازم المبادئ تمام دي حاجة مهمة، ولكن برضو انا محتاج اللعيبة دي، فانا الصح ان انا افهم المشاكل اللي موجودة واقدر احلها بما يعني ما يخليش الفرقة تتأثر. يعني انا لعيب زي فتوح في كلام بيصار حواليه وان هو في عروض او ان هو ممكن يمشي او ان هو يستنى او كده، انا لازم اقفل الملف ده بسرعه. دي اولويه بالنسبه لنادي الزمالك دلوقتي ومجلس ادارته ان هو يقفل الملفات دي، لان فتوح لعيب كبير وهو اساس من اساسيات الفرقه يعني، فانا لازم اقفل الموضوع ده بسرعه انتهي منه ان انا اقدر ازاي بيأثر على الفريق اللي بيصار ده بيأثر على الفريق طبعا، لان ده بيعمل مشاكل في اوضه اللبس، لان انت دلوقتي انت لعيب، هل انت طب لما يحصل مشكله زي دي هل ده مش هيأثر؟ اثر والزمالك خسر، فالفرقه محتاجاه. صح. فانا دلوقتي محتاج ان انا يعني انهي الموضوع ده تماما عشان استقرار اللعيبه واستقرار الفرقه في اوضه اللبس ده بيؤثر وبيعود بشكل كبير على الملعب. الملف الثاني سريعا برضو هسألك فيه، انه معانا خبر بيقول انه نادي الزمالك ومجلس الاداره ابتدى ان هو يبحث في سير ذاتيه كثيره علشان يكون بيبحث عن مدير فني اجنبي خلال الفتره القادمه، مع ام ضد؟ ده متوقع جدا وانا معاه، لان الزمالك محتاج مدير فني يستمر الفتره مع استقرار اللعيبه واستقرار الجهاز الفني والاداري، شويه استقرار بس لنادي الزمالك هيعود بشكل كبير جدا وايجابي على الفرقه في الفرقه. كابتن احمد هنعرض معاك بعض الصور وسريعا جدا تعلق معانا عليها. طبعا. نشوف اول صوره على الشاشه لمانويل جوزيه، تعليق وكيل. ده اسطوره التدريب طبعا في النادي الاهلي، وكان ليا الشرف ان انا اول ما رحت النادي الاهلي كان هو المسؤول، وعلاقتي بيه علاقه قويه جدا ويعني كان بيحبني جدا، وانا طبعا بعتز بيه جدا وبقدره جدا. ومن اختياره هو المدرب الاول بتاعي اسطوره النادي الاهلي كتدريبيه يعني مستر مان. نشوف الصوره الثانيه لعدلي القيعي. ده طبعا مهندس عدلي القيعي ده حبيبي الكل يعني، راجل محترم، وطبعا كان ليا الشرف برضه هو اللي كان بيتواصل معايا عشان اجي النادي الاهلي، علشان تنتقل النادي الاهلي، فبعتز بيه جدا وبحترمه جدا، ومن اساطير النادي الاهلي طبعا باشمهندس عدلي القيعي. نشوف الصوره اللي بعدها للكابتن محمد بركات. وقت ما رحت النادي الاهلي كان هو مثلي الاعلى، وما كنتش مصدق طبعا ان انا بلعب معاه في فرقه واحده، يعني انا كنت من مشجعينه، وكنت يعني وانا صغير كان كابتن بركات بيحقق الدوري مع الاسماعيلي واسم كبير جدا، وكان من احسن لعيبه في مصر، وكان بالنسبه لي كان هو بيلعب في ناحيه اليمين برضو، وانا كنت شايفه مثل اعلى، كان نفسي ابقى زيه، فان انا ابقى معاه في فرقه واحده ده كان حلم بالنسبه لي، كنت بحس ان انا بحلم يعني. ولما اتعرفت عليه لقيته شخصيه يعني مفيش بعد كده خفه دم وصديق جدا لاي حد، ما بغض النظر عن سنك يعني ممكن يصاحبك لو انت اصغر منه بكتير. انت عندك كام سنه يا كابتن؟ انا لا ما الكلام ده زمان. ايوه ايه سنك؟ كنت انا صغير ساعتها. يعني انا دلوقتي بس هو لا بجد والله هو ما بيفرقش معايا، هو طبعا كان قبلي وكده، ف كان الفرق ما بينكم وقتها كبير؟ كان كبير مش كبير ايوه يعني هو برضه كان كابتن بركات في عزه يعني وقتها، بس انا كنت لسه صغير بقى طالع وكده، فهو ما يعني ما عندوش الفكره دي، ما عندوش لا يصاحبك عادي ويتعامل معاك كأنكم اتنين صحاب يعني، فهو شخصيه مش هتتعوض في الكوره المصريه، وانا بعتز جدا ان انا لعبت معاه يعني. كابتن احمد نورتنا ونشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، بنتمنى لك كل التوفيق في المرحله القادمه، انت شخصيه مثابره جدا وعندك اصرار دايما لتواجدك والتقديم شيء مشرف للكره المصريه، انتقالك للعديد من الانديه بياكد دايما انك مصر على التواجد وتقديم شيء يليق باسمك والسي في اللي قدمته خلال الفترات اللي فاتت سواء كان في النادي الاهلي او المقاولين او الترسانه او حاليا في فريق طنطا، بنتمنى لك كل التوفيق لفريق طنطا ان شاء الله في دوري المحترفين. انا اللي بشكرك جدا وسعيد جدا والله بجد ان انا معاك النهارده، وسعيد على ان انا كنت موجود على شاشات قناه اون تايم، وبتمنى لك يا رب دايما التوفيق في كاريرك كده ان شاء الله، وبشكرك جدا على اللقاء ده. شكرا جزيلا يا كابتن احمد نورتنا. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لاستعراض طبعا التوقيت اللي بنقول فيه بعض تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده فقره اللعبه، ابرز الاجابات اللي جت لنا كانت كالتالي. محمد السيد بيقول صباح الخير يا استاذه فرح، صباح الفل، من وجهه نظري مجدي عبد العاطي واحمد عبد الرؤوف هم اصغر المدربين الشباب اللي طبعا اخذوا الفرصه. شاكر محمد بيقول الكابتن احمد عبد الرؤوف عامل شغل هايل مع بلديه المحله، والتكتيك والجمل الفنيه واضحه، وايضا الكابتن مجدي عبد العاطي من المدربين اللي تحب تتفرج على ماتشاته.
إسلام أحمد سامي مدرب إمكانيات عالية قوي. دي أبرز التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهاردة، ودايما بيكون معنا أسئلة مختلفة، نتمنى أن حضراتكم تتفاعلوا معنا في برنامج صباح أون تايم ونعرف أراءكم الفنية والتحليلية. مشاهدينا انتهت حلقتنا، يتجدد لقاءنا دائما عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس. شوفكم بكرة بإذن الله وحلقة جديدة من صباح أون تايم. يومكم خير وسعادة وفرح.